لماذا جعل الله الأسد ملك الغابة دون باقي الحيوانات؟ أهلا بيكم في قناة حقائق ومعلومات. لو أول مرة تشوف فيديوهاتنا ما تنساش تدوس لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة باستمرار. لم يخلق الله شيئا عبثا، خلق الله الأسد ليخدم الغابة، والغرض الرئيسي هو خدمة الإنسان. الحكمة في خلق الحيوانات المفترسة بشكل عام حتى يكون هناك توازن بيئي، لأنه إذا لم تأكل المفترسات الحيوانات العاشبة يزداد عددها وتتغذى على العشب أكثر، ومن الممكن أن يكون ذلك التصحر ونقص الغذاء. يشتهر الأسد ملك الغابة صفاته الخاصة التي لا تشترك فيها حيوانات أخرى مثل الفيلة والنمور والتماسيح وغيرها. الغابة مليئة بالحيوانات المختلفة التي تتميز بصفات مختلفة، ومن بين هذه الحيوانات يعتبر الأسد، فهو يعتبر أكبر أنواع القطط بعد النمور، حيث يصل وزن الذكور أحياناً أكثر من 250 كيلوغرام، وهو أكثر حيوان يمتاز بالصفات التي نحبها كبشر. ويسمى الأسد ملك الغابة لأنه رمز القوة والنبل والشجاعة، وهذه هي الصفات التي نحبها. الأسد هو ملك الغابة، وهذه نتيجة مفروضة ولا داعي للقلق بشأنها. الكل يخاف من الاقتراب منه سواء كان من الحيوانات أو من البشر، لكن أكيد الأسد يمتلك صفات تجعله ملك الغابة بدون منازع، وهي كالآتي: أولاً الجسارة والشجاعة. من أولى وأهم صفات الأسد الجرأة التي جعلته يتولى عرش التفوق الحيواني، فهو ليس من أقوى الحيوانات المفترسة ولكنه الأكثر جرأة وشجاعة منهم. تاني صفة، الأسود هي القطط الاجتماعية الوحيدة التي تعيش في جماعات كبشر تماماً. يتكون قطيع الأسود من عدة لبؤات ومن 1-4 أسود بالغة. الأسد هو النوع الوحيد من فصيلة القطط الذي يمتلك ذيل ينتهي بشعر كشكل جمالي يزين الحيوان. ترتبط مجموعات الأسود ببعضها البعض فيما يسمى بالعائلات، التي يعتني فيها الأب بأسرته والأم تصطاد الفريسة وتعتني بالأشبال. وهذه الميزة تمكنه من السيطرة على مساحة شاسعة من الأرض التي يرعى فيها يفرض سلطته، وبالتالي يتخذ خطواته الأولى نحو الأفضلية والسلطة بين الحيوانات المفترسة. ثالث صفة، قوة عضلات الأسد. الهندسة الجسدية للأسد مصممة بشكل جيد، فالأسد قوة عنيفة لها جبروت متفرد من نوعه، فهي كتلة عضلية متحركة. وتقدر الإشارة إلى أن معظم كتلة الأسد تتكون من عضلات تشكل ما يقرب من 58% من كتلة جسمه، يعني حوالي 1.5 أكثر من نسبتها في باقي الحيوانات المنتمية لنفس الطائفة، مما يفسر قوة جسمه. ويمكن تخيل مدى قوة عضلات الأسد عند معرفة قدرته على اصطياد الفريسة الكبيرة وإسقاطها على الأرض، بفضل قوة عضلات أرجله الأمامية والتي بدونها كان ليتمكن من الهروب منه. والبنية العضلية للأسد تعطيه قوة خارقة تفوق السرعة، إذا أن سرعته محدودة ب50 كيلومتر في الساعة، لكن قوة الأسد حيث يستطيع الأسد أن يجر فريسة 5 أضعاف حجمه، وهو أمر يصعب على 7 رجال. رابع صفة، قوة فك الأسد. يمتلك الأسد جمجمة ضخمة وثقيلة تحتوي على نتوءات وثغرات لتثبيت عضلات الفك القوية، والتي يتم تقويتها من خلال الحجم الصغير لفتح فم الأسد مقارنة بالحيوانات أكلة اللحوم الأخرى. ولكن بالرغم من صغرها يستطيع الأسد أن يفتح فكيه 30 سنتيمتر، وتعادل قوة عضة الأسد 560 كيلوغرام تقريبا، ولهذا هو ملك الغابة. خامس صفة، قوة الكف ومخالب الأسد. تعد قوة ضربة مخلب الأسد من أقوى 3 ضربات في عالم الحيوان، جنبا إلى جنب مع ضربة ذيل الحوت وركلة الزرافة، حيث تتحكم في مخلب وذراع الأسد عضلات الأسد الكبيرة الموجودة في الكتف، وذراعها التي تصل محيطها إلى 48 سنتيمتر. تتكون من عظام وعضلات صلبة وأوتار قوية ومتينة، تمكنها بضرب كفها من القضاء على إنسان أو حيوان كبير الحجم بسهولة. وتحتوي كف الأسد على مخالب قوية وحادة وقابلة للطي، وتتكون أساسا من الكرياتين، وقد يصل طول المخلب الفرد الذي ينمو في طبقات إلى 4 سنتيمتر. فيستطيع الأسد أن يزيل اللحم من الفريسة بسهولة شديدة. والجدير بالذكر أن الأسود تحافظ على حدة مخالبها من خلال خدش الأشجار. سادس صفة، الهيبة الظاهرية. تعتبر الهيبة الظاهرية صفة لأي زعيم أو رئيس، وهذه الصفة موجودة في سورة الأسد. فالأسد الذكر يمتلك قواما عضليا مشدودا وأنيابا بارزة ومخالب قوية تنشر الرهبة في نفس خصمه، وعلى الرغم من ذلك فهو جميل المظهر ومشرك العينين، ولديه شعر كثيف في محيط رأسه وركبته جعله أكثر شهرة. سابع صفة، الرحمة. يتميز الأسد بالرحمة، وقد يكون هذا غريبا لمن يسمعون ذلك استنادا إلى أن الأسد حيوان مفترس، ولكن هذه الحقيقة يجهلها معظم الناس، فالأسد غير متوحش، لذلك عندما ينقض على فريسته لا يعرضها للأساليب التي تجعل الفريسة تشعر بالألم بشدة كباقي الحيوانات مثل النمور والفهود، ولا يهاجم فريسته إلا إذا شعر بالجوع. في الفيديو ده قلتلك أهم الصفات اللي بتخلي الأسد ملك الغابة بدون منافس. ياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة باستمرار. سلام، وأشوفكم في فيديو جديد.